حميده دي عايزه تلبس تخرج تقلع. مجاز الجو حر يا اخي. انت اثبت يا انت هتمرقصني يا وانت بتشحت في المنتخب. سافر بصحيح. ايوه يا حميد. جراح حميد ده انا ابوكي في الرضاع. الله يا زايد في الحلاوه عن اهل حينا. انت غير كل البنات. زعلان انه قال على الكفن. لا بس كنت عايز اعملها لك مفاجاه. ولسه يا محمد هوريك. ايه الجمال ده كله؟ ايه الحلاوه دي كلها؟ ده انا بعشق بوسينا يا ناس رشوان. صحيح يا واد دمك خفيف بس اعمل ايه جيبك نظيف. انا جايه النهارده عشان احضر مسرحيه زقاق المداء لحبيبتي دنيا، وطبعا المسرحيه مكسره الدنيا، عامله ايرادات عاليه جدا، ويعني غير كده دنيا كمان خدت عنها جايزه التمثيل. فانا النهارده هكون في صفوف المتفرجين، تابعونا، واللي عايز يحضر يجي يحضر معايا النهارده على مسرح البالون، هكون معاكم و بس يقطع هو الاول وبعدين انا وراك. صباح الفل. صباح الفل. ازيك يا فنان؟ جاي تحضر المسرحيه؟ اه طبعا. طب الحمد لله. الحمد لله. سمعتوا عنها بقى انها حلوه وكده؟ بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. فيها كوميديا، فيها استعراضات، اغاني. يلا يلا اتفضل. يلا وانا وراك على طول. التذاكر هنا كلها في متناول الجميع، في ب50، 75، في ب100 وفي ب200، وكل اللي عايز يحضر هيلاقي اللي هو عايزه موجود على مسرح البالون، ومسرحيه طبعا زقاق المداء، وكلنا فاكرين حميده. هنقول مبروك لدنيا حبيبتي، والنهارده هحضر العرض معاهم واقول لكم رايي بقى بصراحه، بس انا حضرت البروفات وانا طبعا مبسوطه بالعرض جدا. يلا تعالوا معايا. صباح الفل. عايزه تذكره. شكرا. ميرسي. وانا كمان خدت تذكره علشان احضر مع حبيبه قلبي دنيا. مبروك للجميع. يا جماعه انا النهارده اللي هعمل العرض ودنيا هتقعد تتفرج عليا، ايه رايكم؟ موافقين ولا ايه؟ قولوا لهم ان انا جاهزه يا جماعه. يلا اول ما يجهزوا هطلع معاهم على خشبه المسرح. طبعا كلكم عارفين المسرحيه وكلكم عارفين الفيلم وقد ايه زقاق المداء ده مؤثر، بس دنيا عامله شغل عالي جدا جدا، بس انا برضو حفظت المسرحيه وهعمل انا الدور. يلا انا جاهزه وما جاهزين على المسرح علشان انا جاهزه دلوقتي. سيادتك تنزلي بقى تقعدي تقطعي لك تذكره يا ماما، انا حفظت خلاص. انا حميده النهارده. انت تقعدي يا حبيبي يا اختي وانا طول ابقى زيك يا اختي. ايه رايك بقى؟ خلاص انت تقعدي في صفوف المتفرجين النهارده. يا ريت تقعدي تحت. طبعا انزلي على تحت. يلا انا قطعت لك تذكره على فكره في الصف الاول، وهتنزلي تقعدي حبيبتي تتفرجي. ايه القمر ده؟ انا حفظت بالبروفا بقى كله والرقصات وكله. القمر شريط احلام وتبقى ولا ما في احلى مني مشكله. اولا بقى يعني ده اقل حاجه، بس يعني انا وبيربل نفس جايبه لك حاجه من سوريا. اوبا فيها ريحه الحبايب. يا حبيبتي يا حبيبتي فعايزاكي بقى اشوف كده هتلبسي. مش هعيط بقى. لا هتعيطي. لا نعيط. لا مش هنعيط. هنعيط. لا مش هنعيط يا روح قلبي. مش هنعيط يعني. دي حبيبه قلبي جودي. بص بص جايبالي ايه. بص جودي الحلاوه علشان بوسي وزوق بوسي. ما لقيتش اغلى من جودي اجيبها لك معايا وانا جايه. وطبعا انا عارفه كل حته في سوريا كنت بدعيها لها، لان جودي دي حبيبه قلبي. انت اللي حبيبه قلبي والله يا بوسي. يا ربنا يخليك. حبيبه قلبي الف 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 مبروك. ميرسي ميرسي. وطبعا انا زي ما انتم شايفين الاوضه كلها
في كل حتة جودي، والله وأنا في سوريا في كل حتة، وبعتلك روح أبعتلك من الياسمين سوريا السلام. ناخد منك كلمتين قبل بقى ما النهاردة جاية أتفرج. طبعا أنا حضرت قبل كده البروفات وشفت قد أيوة. أنت عاملة مجهود، وسعيدة أن أنت أخدتي جايزة التمثيل عن المسرحية، فاسمحي لي بقى اخطفك قبل العرض كده، وانا النهارده بقى هقعد اتفرج بقى واسقف، ولا كان نفسي اطلع قبل الدور. كل ما نقول هنتقابل ان انا اجي احضر العرض يحصل حاجه، كل ما اجي فالحمد لله النهارده توفقنا ان احنا نحضر العرض. وتعالي بقى على خشبه المسرح عشان نتكلم شويه قبل ما تجهزي. حميده القمر. يعني حميده ولا رايه وسكينه؟ ذوق المداء. انا النهارده يا جماعه اللي هعمل الدور بدل دنيا، وانا هنزل اتفرج، ودنيا هتقعد في الصف الاول تتفرج. هريحها النهارده بقى، او نعمل مسرحيه جديده رايه وسكينه انا وانتي بقى الموسم الجديد. جاهزه يا حميده؟ جاهزه يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. بس انا مروحه بالبدايه بتاعه الدنيا دي، مش هسيبها لها، عجبتني. ميرسي على الهديه الفظيعه دي، دي اقل حاجه اتبسطت بيها قوي قوي. يعني جودي معايا في كل حته ولازم تبقى معاكي في كل حته، ولازم تطلعي تعملي العرض في سوريا كمان. يا ريت. يا سلام. لازم طبعا. انا عايزه اقول ان دنيا لسه واخده جايزه الجمهور للعرض بتاع ذوق المداء. ذوق المداء عامل ايرادات عاليه جدا، ده الموسم الثالث ليه، يمكن من قلائل المسرحيات اللي بتقعد أكتر من موسم، ومن القلائل كمان إن يبقى فيه إقبال فظيع ويبقى المسرح مليان هنا وفي اسكندرية. فتفتكري إيه السبب في النجاح الكبير؟ طبعاً أنا عارفة المجهود اللي أنت عاملاه، وصورتك وأنت بتعملي البروفات، شفت قد إيه أنت بذلة مجهود كبير جدا، لكن اكيد انت درستي الجمهور. الجمهور يعني وحشه المسرح، الجمهور نفسه يتفرج على مسرح بجد وعرض حقيقي. يعني لما بنقول ما فيش مسرح دلوقتي، لا، هو ما فيش عروض تخلي الجمهور ينزل من البيت، بس لما يلاقي عرض بالنسبه له بيشبع له رغباته يعني وينفع لكل شرائح المجتمع. يعني احنا مش للشباب بس ولا للاطفال بس، ولا احنا بيجي لنا كل الاعمار. فالجمهور متعطش فعلا للمسرح، فلما يلاقي عرض متكامل الحمد لله رب العالمين، يعني اكيد هيبقى مبسوط وهيبقى عايز يجي تاني وتالت ورابع، وده اللي حصل الحمد لله. يعني انا من اول يوم او من اول ما انت بدات التمثيل، والكل كان دايما شايف ان دنيا فيها جزء استعراضي، وان دنيا لازم في يوم ما تعمل عمل استعراضي وتعمل الفوازير. يعني كنت يعني شهرتك وانت صغيره انك كنت شقيه بتغني وترقصي، وكنت متقمصه شريهان. لقيتي نفسك في الدور حميده على خشبه المسرح، ان عندك مساحه بقى تغني وترقصي وتطلعي كل طاقتك اللي من سنين كان نفسك تقدميها؟ ده حقيقي. انا ذوق المداء هو خرج حلم مهم في حياتي، وهو الاستعراض، وان انا مش بعمل استعراض وخلاص، انا بعمل استعراض في عمل مهم، في رواية أدبية لأديب عالمي نجيب محفوظ ذوق المداء. مش عمل عادي، يعني مش بعمل مسرحية استعراضية وخلاص، لا، احنا بنرقص وبنغني وبنمثل وبنعيط وبنضحك، فالموضوع متكامل بالنسبة لي ومتناقض في كل حاجة. لكن فكرة الاستعراض زي انت ما بتقولي، هنا تحقق حلم كبير فيها الحقيقة، لأن أنا ما قدمتش ده بشكل واضح للناس. يعني ما فيش حد جه يتفرج يقولي احنا ما نعرفش انك بترقصي كده أو انك بتغني، ودي حاجة بتبسطني طبعا. فأنا مبسوطة جدا إن أنا قدرت تطلع من خلال عمل مهم حاجة أنا بحبها، والناس ما كانتش تعرف إن أنا بعرف أعملها. بشوف وبتابع إن كل اللي بيجوا يحضروا بيجي فنانين، بيجوا مخرجين، منتجين، نقاد. هل شايفة يعني ما وراء الكواليس لما بيجولك إن ممكن أدوار دنيا تتغير بعد دور حميدة؟ يعني طبعا انت في الدراما واخدة الفترة اللي فاتت جوائز عديدة من مسلسلات، اكتر من مسلسل كل سنة في رمضان ليكي دور مهم، ولكن بشكل مختلف عن حميدة. فشايفة ان المسرحية ممكن تغير لك ادوارك في الدراما الفترة الجاية؟ يعني ممكن لما مخرج يشوفني بشكل مختلف، يلاقي زاوية جديدة، ممكن يعني يشوفني في دور تاني، واتمنى ده، لان انا بحب انوع طول الوقت.
يعني انا مش من الشخص اللي بيحب يعمل نفس الادوار او البنت الكيوت على طول، يعني انا بحب انوع. وفي الاول وفي الاخر انا بيهمني الدور نفسه عامل ازاي، يعني اهميه الدور في العمل ككل بتبقى عامله ازاي، وان انا طول الوقت اعمل حاجات مختلفه. حميده مختلفه تماما طبعا، بس ما نقدرش ننكر ان المسرح مختلف. يعني عشان نعمل حاجه زي دي محتاجه فيلم ميوزيكال بقى مهم وبادجت كبير، لانه احنا ما بقالنا فتره طويله ما بنشوفش اعمال استعراضيه في السينما، وفي الدراما ما بنشوفش خالص. يعني الاستعراض كان محصور في مصر في الفوازير بس للاسف. وانا من وجهه نظري الفوازير، مع احترامي لكل اللي عملوا الفوازير بعدهم، الفوازير هي نيلي وشريهان وفطوطه بس. ده في قلوب قلوبنا كلنا. فمحدش يقول لي الفوازير، لا انا عمري ما هعمل فوازير. هو ما بقاش في فوازير، بس لو كان في انا ما اعملش فوازير. يعني فوازير ايه؟ فوازير يعني نيلي وشريهان وبس. يعني مع احترامي لكل اللي عملوها وعملوها حلو جدا، بس لما تيجي تسالي اي حد ايه الفوازير هيقول لك نيلي وشريهان وفطوطه. ذاتس ات. فانا بالنسبه لي الاستعراض هو في المسرح دلوقتي، واتمنى انه يبقى فيه تاني في السينما. يعني شايفه المسرح بدا يرجع الفتره ديت، وخصوصا انا شايفه في مسرحيات بتتجهز. ده انا مبسوطه جدا جدا يعني جداً. انا فرحانه ان دنيا سمير غانم وداليا البحيري هتعمل، وداليا كمان بتعمل سيدتي الجميله، ورانيا يوسف هتعمل، وبشرة هتعمل. فدي حاجه مفرحاني جدا جدا، لان احنا محتاجين نشتغل في المسرح، محتاجين نرجع المسرح تاني. والله العظيم الجمهور لو لقى عروض ترمى هيجي. أكيد والله. الجمهور زواق وعندنا الجمهور اللي يقولك أصل الجمهور عايز كده اللي هي الحاجات اللي هي فيها إسفاف. لا لا لا، الجمهور بيقدر وبيحب الأعمال الحلوة وبيدور عليها. يمكن شوية الجمهور هرب من المسرح للأسعار الغالية للتذاكر. مزبوط. وأنا يعني كان اهتمامي كله أن أنا أجي على شباك التذاكر أول ما أدخل أطمن الناس أن التذاكر بدأ من 50 جنيه في متناول للجميع. طبعاً. وأغلى حاجة 200 جنيه. مزبوط. يعني إحنا كان وصل التذاكر عندنا ب 2000 و3000 جنيه. لا إحنا ما عندناش الكلام ده. ده اللي هرب الناس قبل كده. أيوة. من مزبوط. المسرح. مزبوط. ولكن الناس ما هربتش من المسرح علشان ذوق الناس اختلف عن اللي بيتقدم أو كده. والدليل على كده لما المسرح القومي بيقدم اعمال بتبقى يعني لوسي جداً. لوسي عندها برضو كومبلي عامله يعني على طول عندها كومبلي. فانا بقول ان عوده النجوم هيرجع لنا المسرح، وده اللي احنا محتاجينه. ومش بس كده، انا بتمنى كمان ان هم يحافظوا على مستوى التذاكر، اسعار التذاكر، علشان الناس تروح. العيلة طبعا. العيلة. اصل المسرح ده هو العيلة. مزبوط. يعني انت مين جمهورك؟ الاطفال، العيلة. انت بتقعدي كده بتحضري وبتشوفي عائلات اكتر حاجة طبعا. راجل ومراته وولاده، ودي اكتر حاجة بتفرحني ان انت عندك كل الكاتيجوريز يعني. فدي حاجة، دي حاجة مهمة جدا زي انت ما بتقولي، ان الاسعار دي لازم تبقى مناسبة لكل بيت مصري، انه يقدر يروح الراجل بعيلته يدخل المسرح بعيلته. يعني وده اللي خلى محمد صبحي على مدار كل الأزمات اللي مرينا بيها شغال محافظ وكده، لأنه هو ما بيرفعش التذاكر، وعارف أن الأسرة المصرية محتاجة ده. فبنتمنى للجميع طبعا أن ربنا يوفقهم. يا رب. وبنتمنى يا رب. كمان حاسة أن أنت عايزة تكملي فيها أكتر من موسم، ولا كمان طمع الفنان أن يقدم شخصيات تانية وتعملي عمل جديد بقى؟ لا، أنا أتمنى أعمل مواسم تانية كمان. أنا بحب حميدة، ارتبطت بيها بشكل كبير، فأتمنى أن احنا نقدم مواسم تانية، أو نروح محافظات، نروح بلاد، يعني نلف بيها، لأن ناس كتير قوي نفسهم أن احنا نروح لهم. فبتمنى يعني يعني أنت طبعا هي أول محافظة زرتيها اسكندرية. لسه ما كملتوش، بس عندكم في لفة يعني. في لفة يعني المفروض. نطمن المحافظات أن زوايا المدق هيلف كده بالعرض بتاعه. دايما يقولك ايه؟ انا اخاف اقرب من شادية، اخاف اقرب من سعاد حسني، اخاف اقرب من هند رستم، اخاف اقرب من نادية لطفي. في ناس اتحفروا في قلوبنا كده، والجمهور ما بيتقبلش اي حد يقرب منهم في اي دور، سواء دراما، تلفزيون، مسرح. الجرأة منك ان انت تقربي من شادية وحميدة، ذوق المدق اللي مكسر الدنيا، الفيلم يعني ده يعني من اهم افلام السينما المصرية. الخوف الاولاني، وازاي قدرتي تبعدي عن شادية عشان ما يبقاش فيه مقارنة؟ هقول لك على حاجة. اولا انا لما جاي الموضوع
ما حطتش في بالي موضوع النجمة كبيرة شادية. أنا بعمل حميدة مش شادية، يعني مش بعمل شخصية شادية، بعمل حميدة. حميدة بتاعت نجيب محفوظ، وحميدة بتاعت نجيب محفوظ اتقدمت في الخمسينات على المسرح بأستاذة ميمي جمال، في الستينات بفيلم اللي هو الأشهر بتاع أستاذة شادية، في الثمانينات مسرحية بمعالي زايد، وفي التسعينات فيلم مكسيكي لسلمى حايك. فزقاق المدق اتقدمت بأكتر من معالجة في سنين طويلة. فأنا ما حطتش في دماغي حد خالص. طبعاً مسرحية أستاذة معالي أنا ما شفتهاش، الفيلم طبعاً شفته، مسرحية أستاذة ميمي ما شفتهاش، سلمى حايك شفته. ما ركزتش إن أنا حد فيهم، أنا ركزت في حميدة اللي إحنا بنعملها على المسرح في 2021 ميوزيكل السنة اللي فاتت، وميوزيكل وبطبع يعني بشكل مختلف وبرؤية مختلفة ومعالجة مختلفة. فأنا ما حطيتش في دماغي خالص إن ده شبه الفيلم، لأن إحنا مش بنعمل الفيلم، مش بنعمل شادية. أنت بتعملي الموضوع، بنعمل شخصية اللي رسمها أستاذ نجيب محفوظ، وبمعالجة مختلفة خالص عن كل اللي اتعمل عن الفيلم. تماما كل واحد بيعمل المعالجة من رؤيته. بنبقى محافظين على أساسيات نجيب محفوظ طبعا، ولكن بمعالجة مختلفة خالص. فأنا لا أجرؤ أعمل شادية طبعا، أنا مش بعمل شادية. التلات مواسم اللي انت حضرتيهم حضر نقاد كتير جدا، وأنا شايفة امبارح كان في طارق الشناوي، وده من الناس اللي ما بتجاملش في الكواليس كده، بيخشوا يقولوا لي ايوه إيه؟ انا امبارح لما دخل قلت له انا بشتغل وخايفه منك امبارح، قال لي كنت رائعه. فطبعا استاذ طارق الشناوي ده ما بيعجبوش عقل عجب. لا 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 لا. فطبعا الحمد لله دي حاجه بتفرحني وبتخوفني وبتحملني مسؤوليه اكبر كمان. احلى نقد كتب عن ذوق المدى دنيا فراشه المسرح في ذوق المدى. ذوق المدى اتكتب عنه حاجات كتيره جدا يعني الحمد لله، بس دي اكتر حاجه يعني حسستني ان انا المجهود اللي انا بقدمه مش من فراغ. وان برضو فكره ان انت بتبكي وتعيطي، ويعني هتعيطي وهتضحكي وهتستمتعي في 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 ساعتين ثلاثه، ده يعني الناس كلها بتبقى خارجه واخده وجبه دسمه يعني مبسوطين، خارجين مبسوطين. حصل تغيير في الكاست، يعني كان في ناس خرجت ناس دخلت. مظبوط. انا لما جيت البروفات السنه اللي فاتت كان في اربعه اتغيروا، محسن محي الدين، استاذ محسن محي الدين وامل رزق واستاذه نهال عنبر واستاذ ضياء عبد الخالق. هل يعني ايه الاسباب التغيير؟ ان هم عندهم ارتباطات تانية؟ كله كان عنده ارتباطات ما قدروش يكملوا. بالظبط، كله كان عنده ارتباطات، وكان دخلت بقى الموسم بتاع الدراما وكده، فكله كان عنده ارتباطات للاسف. الجداد بقى اللي انضموا الى الموسم الجديد مين؟ استاذ مجدي فكري، واستاذه شمس، واستاذ سيد جبر، واستاذه بوسينه رشوان. طبعا ده هم مكملين بقى لهم اثنين موسم ولا موسم واحد؟ لا اثنين موسم، ده الثاني. يعني هل ده بيأثر عليكي انت ان انت مثلا بداتي موسم وتعودتي على نجوم معينه، ولا خلاص انتوا يعني شغلكم على خشبه المسرح عودتكم ان انتوا، لان دايما المسرح كواليس وان انتوا بقيتوا اسره. مظبوط. وبتعيشوا. لا اتأثرت في الاول طبعا، يعني اكيد اتأثرت. وأول ما ابتدينا نعمل بروفات كنت مفتقدهم جدا، بس أول ما اشتغلت بقى في طعم مختلف. يعني بقينا بنعمل حاجات بطعم مختلف، لأن كل واحد ليه شخصيته وليه طبعه وليه التست بتاعه في الشغل، فخلاص اندمجت معاهم. يعني أنت بتتعودي على حسب التعود، وأنا سعيدة بالكواليس سواء في الموسم الأول أو دلوقتي. أنا بحبهم كلهم، وكلهم اشتغلت معاهم من زمان من وأنا صغيرة يعني، وبحترمهم كلهم وبجد مبسوطة. والكواليس بتفرق، يعني إحنا لو الكواليس مش حلوة ما كناش هنكمل المواسم دي كلها. يعني أنا دايماً أقول إن المسرحية بجد بتبان من كواليسها طبعاً. يعني لو كواليس ناجحة العرض بيستمر وبتفضل، أول ما الكواليس يحصل فيها بوظان بتلاقي في دربكه قدام الجمهور. ده حقيقي يعني. لا احنا بنحب بعض كلنا، وبنستمتع بنجاح بعض كلنا الحقيقه بجد. يعني بتغيروا كل سنه في النص، في الرقصات، في الاغاني، ولا اللي شافها السنه اللي فاتت لو دخل السنه دي هيلاقي مفيش تغيير؟ لا هيلاقي تغيير في ان بقى في ايقاع اسرع، بقى في يعني احنا كل ما بيبقى حاسين ان عندنا ديفو مثلا صغير بنصلحه على قد ما نقدر. بتشدوا بالظبط، بنسمع اراء الناس، بنسمع دكتور عادل عبده بيبقى ليه رؤيه
يشوف ايه هيضيف ايه هيشيل ايه، فالموضوع بيتغير. يعني انا عندي ناس اتفرجوا على المسرحيه امبارح وشافوها في السيزون الاول قالوا لي لا فرقه احلوت. فبنحاول نظبط نفسنا، يعني زي لما حد يبتدي عرض اول يوم غير لما تروحي له بعد 5 شهور بيبقى خلاص الموضوع يعني بقى شادد الموضوع اكتر. يعني عايزه برضو اعرف الوقت اللي انت مديه لحميده، وحميده اللي دخلت في وجدانك، حتى تفاصيل اللبس اللي انت جايباه، حتى مش مستنيه ان مثلا يكون المصممين او اللي بيعملوا للمسرح، لا ده انت بقيتي تنزلي تدوري تجيبي الحاجات الخاصه بحميده انت كشخص. يعني مظبوط. اه في كده. بس انا برضو معايا كانت استاذه مروه عوده هنا من المسرح، ادتني شويه افكار وساعدتني في حاجات كتير. بس برضو بصراحه انت خلاص أنا حميده جواكي. فبقيتي ما تنزلي، انا جوايا في البيت بتشتري حميده. انا حميده بتفضل معايا في البيت يومين. يعني انا امبارح بالليل فجاه لقيت بقول لمصطفى جرى ايه، قال لي ايه ده حميده معايا في البيت ولا لا إيه؟ بهتت عليا. بتبهت عليا شويه. ده اللي انا عايزه اقوله بقى، تاثرك بيها وحبك ليها وعشقك ليها، وان انت يعني لدرجه ان مصطفى حاسس ان انت حتى في البيت فيها، ده مخليكي يعني ممكن ياثر على شغلك في الدراما والتلفزيون انك ترفضي حاجات عشان خاطر حميده؟ لا انا بعرف انسق. يعني ساعه ما انا عملت مسلسلين في رمضان وكنت بكمل بحميده، يعني الدنيا بتتوفق. لكن انه الشخصيه تخش في شخصيه ده لا، لانه انا متمرنه على ده من زمان. يعني انا كنت ببقى بصور طول النهار واروح اعرض مع استاذ سمير غانم بالليل مسرح، فانا بعرف افصل بين الشخصيه والشخصيه بسرعه. بس بما ان انا ما بعملش حاجه دلوقتي حالا فبدخل في مودها بفضل معاها. لكن لو انا عندي عمل تاني بصور الصبح ومثلا وراجعه بالليل لحميده، لا بنسى حميده شويه، بركنها في الدولاب لحد ما ترجعي لها على خشبه المسرح. شفتك وانت بتستلمي جايزه الجمهور في همسه عن المسرح، لقيت ليها مذاق عندك غير كل الجوائز اللي بتستلميها عن ادوارك في الدراما. مظبوط. النظره دي ليه؟ لان انا تعبت في حميده وحصلت لي حاجات كتير قوي. انا طلعت على المسرح وفي اسكندريه وانا عندي قطع وتهتك في الرباط، وكملت واشتغلت وما وقفتش العرض. انا تعبت فيها كتير الحقيقه، وحسيت ان في تقدير. يعني لما تحسي ان في تقدير من مجهود انت بجد تعبانه فيه وبذلاه، وبعدين المسرح ده ما فيهوش مجاملات خالص، يعني انت في ساعتها بتشوفي الناس مبسوطه ولا لا. فدي فرحه من قلبي لان ما فيهاش 1% مجامله. فاهمه قصدي؟ فبسطتني من قلبي الحقيقه. بتهتمي، انا عارفه ان عندك حاجه غير كل الناس، تهتمي بتواريخ، بتهتمي بارقام، بتهتمي بحاجات كده مرتبطة بحياتك كلها. هل في المسرحية في تواريخ أو أرقام مش هتنسيها يوم عرض كذا؟ يعني أرقامك مع ذوقاء المدى. أيوة طبعا. إيرادات رقم طبعًا. في الإيرادات. أيوة طبعا. إيرادات في اسكندرية ما أنساش، أرقام مهمة جدا حصلت، كانت يعني من أعلى الإيرادات اللي حصلت في مسرح عبد الوهاب في اسكندرية. يوم اللي حصل المشكلة في رجلي، يوم ما زارتنا أستاذة سميحة أيوب وقعدت تقول كلام كبير جدا، ودي سيدة المسرح. فلما تقولي كلام ده طبعا يعني ما اقدرش انسى اليوم ده ابدا، لان هي شهاده كبيره من استاذه كبيره زيها. لا عندي حاجات كتير هنا طبعا، الارقام كتير كتيره في ذوق المدى. يعني طبعا بما اننا جبنا سيره فنانتنا العظيمه سميحه ايوب، عايزين نبارك لها على تكريمها هي وقامات الفن كلهم اللي اتكرموا في مهرجان الدراما طبعا، اللي كانوا صوره مشرفه بجد. وعايزه اعرف رايك في مهرجان اتعمل ليكوا للدراما ولاعمالكوا، وشفتيه ازاي؟ وانا شفتك موجوده الحمد لله، ما كانش يوميها في مسرح، كان اجازه. لا كان اجازه. والله انت يعني الحمد لله شفتيني وانا كويسه. انا في فقره كان عياط بس، لان تاثر شديد جدا من اول ما طلعوا. اولا انا فخوره بالمهرجان جدا جدا طبعا، وعايزه اشكر دكتور يحيى الفخراني ودكتور اشرف زكي على المجهود العظيم وعلى التنظيم العظيم وعلى الفكره نفسها. وفكرة بقى حاجتين، فكرة النجوم اللي طلعوا لنا من تحت اللي حركوا قلبنا طبعاً. كلهم نجمة مصر الأولى ونجمة الجماهير والهانم والولد الشقي أستاذ محسن محي الدين حبيب قلبي، ده اللي اتشرفت أني اشتغلت معاه. زائد الفقرة بتاعت النجوم الكبار اللي اتكرموا اللي كانوا وحشنا بقى.
دي كان يعني انا بشوف اللقطه دي من اعظم اللقطات في المهرجان. انهارت دي اكتر لقطه بصراحه كانت مؤثره ومهمه وعظيمه وانسانيه ولازم نعمل ده طبعاً. يعني بجد انا بتمنى في كل المهرجانات كده، وبتمنى التواصل بين الاجيال، وبتمنى كمان ان هم زي ما اسعدونا ان هم طلعوا واحنا فرحنا بيهم، عايزين هم كمان يبقوا سعداء انه يشتغلوا ويرجعوا، لان كل واحد فيهم كان طلع على المسرح يقول انا جامد، انا لسه عندي، انا عندي. وحتى لو ما اشتغلش فكرة التقدير، التقدير دي ان احنا نفتكرهم وهم موجودين ونقدرهم، مش دايما لازم نستنى لما حد يمشي من الدنيا ونفتكره، ليه ما نفرحوش قبل ما يمشي؟ يعني دي كانت بجد لفتة كبيرة وحلوة وعظيمة في المهرجان. أكيد يعني طبعا أتمنى بقى أنك تعملينا أدوار حلوة الفترة اللي جاية، ونشوف مهرجان الدراما السنة الجاية وأنتي بتحصدي جوائز في إن شاء الله. بس صدقيني أنا كنت مبسوطة قوي بالمهرجان وبكل اللي خدوا جوائز، لأنها كانت عن جدارة وفيها ضمير بصراحة. يعني الجوائز كلها أنا شايفاها كل الناس تستاهل الجوائز، سواء يعني منا أحمد أمين، كل الناس، يا جزيرة غمام عمل طبعا عظيم، أستاذ عبد الرحيم كمال، كل الناس يعني ما شفتش جايزة مجاملة بصراحة. ودي حاجة خلتني أحترم المهرجان أكتر، فأنا يعني مبسوطة وببارك لهم كلهم. أنا سعدت بالمهرجان، وسعدت بأن كمان كلمة فناننا الكبير رياض الخولي لما قال يعني دي بداية لأن احنا يعود عيد الفن. أيوة. فأتمنى أن السعادة اللي احنا شفناها بهذا المهرجان يحرك المسؤولين، ونشوف عودة عيد الفن مرة تانية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وكمان يتعمل بقى يعني المهرجان ده يعني يلف، يبقى زي ما عندنا مهرجان سينما في الأقصر، ومهرجان سينما في أسوان، ومهرجان سينما في الجونة، ومهرجان سينما في القاهرة، يبقى عندنا مهرجان تلفزيون في الأقصر. ياريت. يعني مش يبقى بس في مصر، يعني ياريت. يبقى موجود في كل حتة. هو بداية خير كده إن شاء الله، إن شاء يبقى الله. حاجة إن شاء كويسة الله. إن شاء الله. بدأت تتحدد الخريطة والأعمال لرمضان، في عمل كده دخل قلبك ولا لسه بتقري؟ هو داخل قلبي بقاله سنتين. التالت، الجزء التالت. احنا مش يعني ايه بقى، لا ده كده ثلاث سنين حميدة وثلاث سنين ما هو حمادة هلال، يعني مش معقول. ما هو يعني ربنا نفخ في صورته والناس حباه الحمد لله. هو من احلى الكواليس اللي اشتغلتها في حياتي. على مدار حياتي كلها اشتغلت مع نجوم كبار وصغيرين وشباب، ما شفتش كواليس بالحب والنقاء زي كواليس المداح. هو حمادة بني آدم طيب وقلبه جميل وكده، عنده طاقة حلوة. كل الناس يعني طبعا عشان كده العمل ناجح. ايوه هو في بركة كده، هو بركة. في بركة، هو في بركة. ايوه البركة دي مهمة. واستاذ احمد سمير فرج المخرج طبعا يعني عامل لنا مود، معيشنا في المود، وهو انسان جميل ومحترم وراقي. يعني كل الاجواء، كل الناس بصراحة. انا سعيدة بالعمل ده جدا يعني. انا كمان حميده هسيبك تجهزي عشان انا هنزل بقى اقعد، مش انا اللي أتفرج. هنزل تحت النهارده. طب يلا بقى انا هقوم. انا والله شايفاها لايقه عليكي وشكلك. بقول لك ايه، اول ما تخلصي انا واخداها دي ما تقلقش، خديها دلوقتي انا هشتغل بيها. أيوة خلاص بيها بطلع بيها على اسكندريه. خلاص طبعا مش جاي اسكندريه ولا ايه؟ لا هاجي ان شاء لازم. الله هاجي. هاجي في مكان بيجمعنا. أيوة طبعا في اسكندريه يعني. طبعا انا اتشرفت جدا ان انا النهارده هحضر معاكم العرض، وسعيده ان انا معاكم في الكواليس بتاعتكم، وفي انتظار اشوف طبعا استاذ عادل وشمس وكل المجموعه الحلوه اللي هتطلع على خشبه المسرح النهارده. ودايما بجيلك في لحظات حلوه ونجاح حلو وجوائز البركه فيكي وفي تشجيعك، لان انت اول حد شجعني. وانا دايما مصطفى بقول كده مصطفى حلو عليكي، خلي بالك بقى. الحمد لله بحب مصطفى من زمان. انا عايزه بس اقول لحاجه
حاجه لل... طبعا مصطفى وشه حلو اكيد، بس انا عايزه اقول حاجه بس مهمه للجمهور، ان انا بعد ما امي مشيت انا كنت فعلا مش عايزه اشتغل، ودايما بقول الكلام ده ان بوسي شلبي هي من اهم الناس اللي شجعوني ان لازم تشتغلي ولازم ترجعي ولازم تمثلي ولازم تعملي الحاجه اللي بتحبيها، الحاجه اللي هتخرجك. هو طبعا مفيش حاجه بتخرجني أكيد. بس ده كان تشجيعك انت، انت اول واحده شجعتيني. وتاكدي ان نجاحك ده مفرح قلب جودي يا رب، فطول ما انت بتشتغلي وبتنجحي اعرفي ان جودي فرحانه وبتدعي لك، والنجاح ده دعواتها ليك يا رب يا رب. فخشي بقى جهزي يلا يا ست بينا. حميده هتنورينا النهارده يا بوس. هسيب لك البلايه بس. لا 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 انا هاخد دي. لا والله ما راجع، اقسم بالله ما راجع والله. هسيبها لك لا والله ابدا والله العظيم ابدا. حبيبك لازم تعرف عمر الست.
الوحشة ما تحلى، ولا عمر الكرشة في يوم تنضف، ولا عمر الواطي في يوم يعلى. لا يا حميدة كده ما يصحش، لايميها بقى وخف شوية. يا ام حميدة انا ما غلفتش، هم اللي بيتمسحوا فيا. والله وكبرتي يا حبيبة، وتلف العود وتدورتي، محتاجة لحد على الليلة، وحتى إيه لو دورتي. شايلك للعوزة يا سليم بي، ومسير الأحلام تتلاقى، والعز لوحده هيعمل إيه من غير قطة معاك تتشاقى. هو الغني وإحنا بيته، واللي بقى داير يزيده. وفر كلامك يا سي رضوان، ولا اللي هنقوله نعيده. يلا يا حميدة كفاية تجريس، ازاي حيجيلك بس عريس؟ مين قالك عايزة اتجوز؟ روح يا ام حميدة بلاش تهيس. من بدر سايبك وانا موجود، تتفرعني وسايبها دلال. لا كل حاجة وليها حدود، الخلق كلها بسال. مالكش فيها حلو الحلوين يا اخويا، روح شوف دكانك. عباس يا حلو تطلع مين عشان توجه لي كلامك؟ يا حميدة عيب لم لسانك، سيب ايدي اوعى ما تمسكنيش، بخوف عليك وعلشانك. خوفك يا حلو ما يلزمنيش، كده يا حميدة بتصديني، وصد عشرة كمان زيك، ابعد بقى ما تعصبنيش. طيب يا حميدة. يما خوفتني البصة دي، ما تيجي تاخد لك صورة؟ ولا انت ناسي يا حلوة انا مين؟ ده انا حميدة الاسطورة. فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، صباحنا وصباح الملك لله. الزقاق ماله كده ساكت؟ هوس هوس، فيش حد هنفعنا بحاجة يا دكتور؟ نفعنا بحاجة يا ست هانم؟ طب محدش غلبان ورا يقول حتة بسبوسة يا عم كامل يا بتاع الباس؟ بوسة. صباح الفل يا عم كامل يا بتاع البسبوسة. صباح الخير يا صنقر يا بتاع القهوة، صوتك وحش بيلم الدبان على البسبوسة. أصبح عليك يا عم كامل تقول لي دبان ووحش؟ الله يسامحك. تصدق بالله يا عم كامل، لا إله إلا الله، أنت أكتر إنسان بحبه في الزواج ده كله من يوم ما اتولدت. تصدق بالله يا صنقر، لا إله إلا الله، أنت كذاب ناشر، انت بتقول الكلام ده لكل الناس. اكل عيش بقى يا عم كامل. تشرب حاجه حبيبي؟ شاي بحليب. ياض عايز الحليب كامل ولا نص ونص؟ كله كامل. يبقى اخد شاي على حسابك. خد حبيبي يا عم كيمو. اوعى لا اوعى انت بس موش هتحط بسون. مبسوطه جدا النهارده ان انا بشوف شمس على خشبه المسرح، وهي من الناس اللي غاليين جدا على قلبي، وفي فترة كده هي بعدت شوية، بس أنا كنت بقابلها على طول وأقول لها لازم ترجعي،
وانت ممثله قويه وبتحبي الفن، واوعي اي حاجه توقفك عن انك ما تكونيش موجوده في الدراما والمسرح. والحمد لله ان انا شفتها النهارده باللياقه بتاعتها، بحبها لفنها، باهتمامها بادوارها، موجوده النهارده على خشبه المسرح. الحمد لله على السلامه ونورتي بيتك. انت عارفه انت مش محتاجه ان انا اقول لك انا بعشقك قد ايه، مش بحبك بس، انت حبيبتي فعلا، اطيب خلق الله، وبتحبي كل الناس وبتحبي الخير للناس، وعمري ما هنسالك انك جيتي لي الاستوديو ايام الحادثه بتاعتي ودعمتيني، ودايما كل ما بتشوفيني بتديني طاقه ايجابيه، انت اصلا كتله طاقه ايجابيه لكل اللي حواليك. وفرحت جدا ان انت موجوده النهارده في العرض بجد، يعني انا عارفه، وراجع بلياقتك بشكلك بادائك بحيويتك بكل حاجه، والله يا شمس انا عارفه، الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب، وانت دايما 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 وش السعد ووش الخير عليا، ودايما بتبقي معايا في اي عمل بشوفك فيه، بحس ان الكرم عند ربنا جاي وهيزيد ان شاء الله. الواحد لما بيرجع للحاجه اللي بيحبها والحاجه دي بتنجح بقى، والعمل ده ناجح وفي يعني اقبال جماهيري وصداع حلو جدا ولف المحافظات، ده بقى بيديله طاقه اكتر ان هو عايز يشتغل اكتر. فكلميني عن كواليسك وعن نجاحك في زقاق المداء وعن الحاجات الجديده اللي جايه بقى ان شاء الله. والله بص يعني انا جيت هنا المسرح، هم خطفوني، كنت جايه من ظروف يعني شخصيه عندي في اسكندريه، وكنت قاعده شويه كتير هناك، جيت اشتغلت بروفا بعد ما اعتذرت للزميله اللي كانت قبلي، فلقيت استاذ عادل بيقول ايه يا جماعه شمس وشها حلو والورق خلص ويلا بقى هنفتح كمان يومين. فطبعا كانت صدمه بالنسبه لي، انت عارفه انه عمل قوي جدا وعايز تجهيزات وعايز بروفات كتير وكده، بس الحمد لله كنت عند حسن ظنهم وفتحت بعد يومين. واحلى حاجه هنا بقى ان انا مش حاسه خالص بغربه، يعني كل الكواليس دي عشره عمري طبعا. بدايه من بطلتنا الجميله دنيا عبد العزيز ومجدي فكري، ومش عايزه انسى حد لانهم كلهم صحابي وحبايبي وعشره عمري، وبجد حاسين ان من جوه احنا في البيت يعني. وكعمل بقى انت عارفه المسرحيه اللي بتفكرك بشغل زمان اللي انا اتربيت عليه مع استاذ حسين كمال واستاذ جلال الشرقاوي، المسرح التقيل، الاغاني التحفه، يعني احنا كلنا بنقعد نسمع الاغاني كل يوم ونرقص جوه، يعني استعراضات تحفه، تمثيل تحفه، دراما تحفه. عادل عبده مخرج مايسترو في مسرحياته، وبيعرف يقود كواليس اي مسرحيه بيعملها، واب واخ وطيب وطيبه قلب غير طبيعيه، وفي نفس الوقت شديد جدا معانا، فده مدينا كمان ان انت قد ايه من كتر ما بتحبيه وبتحترميه ما بترضيش تقولي جمله بس يكون زعلان انا منها. يعني لا، في اساسيات المسرح اللي بقول المسرح اللي بجد، اللي هو احنا انا حاسه اني في قطاع خاص. يعني انا اشتغلت قطاع عام كتير وكده، برده كانت معانا حوش بديعه، برده كان استاذ ياسر صادق، بس هنا الاستعراضات اقوى، او لا هنا حاجه انت اتفرجتي يعني. شفتي استقبال الناس ليكي ازاي بقى؟ الحمد لله الحمد لله، يعني ده بقى شجعك ان هنشوف اعمال تانية جايه قريب. مش بقول لك يا وش السعد انت يا وش الخير، قولي لنا بقى الحاجات الجديده ان شاء الله. بعمل فيلم اسمه مندوب مبيعات باذن الله، يعني ان شاء الله استاذ بيومي فؤاد واحمد فتحي، ومش عايزه انسى ناس كتير، يعني هو تصويره في دبي، وللأسف كان في عندي فيلم حلو قوي في ليبيا، قصة حياة الراحل الرئيس قذافي، بس للأسف عشان المسرحية وعشان التوقيت فاعتذرت السفر. فوش الخير برضو إن شاء الله هيجي أعمال تانية وحاجات تانية. وشفتي إزاي مهرجان الدراما اللي بيفتح الباب لعودة لناس زيكوا كتير محتاجة انها ترجع وتشتغل وتلاقي مكانها وتلاقي ادوارها، لان في جيل كامل عنده عطاء وعنده خبرة وعنده، ولكن حصل فجوة في الدراما ما بين فمهرجان الدراما
يعني بيدق الناقوس بيفوق شويه. في عندنا نجوم ابدعوا في الدراما لازم ترجع تكون موجوده على الساحه. مش عايزه اقول كلام عشان يقولوا ان انا قاعده قدامك وبقوله، بس انت متاكده ان انا ما بقولكيش كلمه كدب؟ يعني انت من اول الناس اللي بادرت بموضوع الناس اللي قاعده في البيت، وانت اول الناس وانا كنت متابعه جدا. انت عماله بتقولي ان عندنا مواهب وعندنا ناس قاعده في البيت وعندنا وعندنا وعندنا، ده قبل المهرجان طبعا. فانا بشكرك جدا يعني بالنيابه عن كل الفنانين اللي قعدوا فتره في بيوتهم وعانوا، انا بشكرك انت بالنيابه عنهم. وطبعا بشكر دكتور اشرف زكي على المبادره الجميله دي. وانا شايفه برضو حاجه يعني ظاهره كده، ان احنا كل اللي كانوا قاعدين ابتدت البرامج التقيله تطلبهم وتستضيفهم. فان شاء الله الايام اللي احنا شفناها مش كويسه ربنا هيعوضها لنا بوجود الدكتور اشرف وبوجودك وبوجود كل الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده من سنين. انتوا نجوم تستحق، وعملتوا حاجات حلوه وعندكم عطاء تقدروا تعملوا اكتر واحلى. ويعني الدراما المصريه مش شلاليه وعمرها ما هتكون شلاليه، الدراما المصريه ده البيت لكل الفنانين، مفتوحه للكل والكل هيشتغل. وان شاء الله الفتره الجايه هنشوف شكل جديد، ومش هنلاقي فيه فنان بيعاني او فنان مش لاقي شغل او فنان مش لاقي ياكل او فنان قاعد في بيته. ان شاء الله يعني انا عندي تفاؤل كبير جدا ان كل الفنانين هيكون كل واحد ليه دوره وكل واحد ليه مكانته في الدراما المصريه وخشبه المسرح كمان. والله يا بوسي لو كل الناس بتتكلم بالمنطق بتاعك اصلا ما كانتش هتحصل الفجوه دي اصلا. ما هو حته الشلاليه اللي انت بتتكلمي فيها دي للاسف، يعني انا المنتج المحترم اللي كلمني يعني بيقول في منتجين بيقولوا له هي فين، يعني بيقول لهم شمس، فبيقولوا له هي فين، هي ليه مش موجوده وكده. قال لهم يعني هي من نوع هي تتكسف. شويه بتتكسف تكلم حد تقول له انا عايزه اشتغل، هي ست بنت ناس كده مع نفسها. انا ما بطلت الشغل يا بوسي، خلي بالك انا ما بطلت الشغل، بس ماليش شله. يعني الشله بتاعتي الله يرحمهم كلهم يا رب ويغفر لهم ويجعل مسؤولهم. عندك موهبه صادقه، والفتره الجايه موهبتك هي اللي هتكون شلتك صدقيني. ان شاء الله. وان شاء الله كلكم هتشتغلوا، واهو دليل على كده في فيلم والمسرحيه. ان شاء الله كل اللي هيشوفك في العرض بتاع ذوق المداء هيبتدي يعرف ان انت موجوده بلياقتك وبحبك للمهنه ديت، لان انا عارفه انك بتحبيها جدا يا شيخ. ايوه انا عارفه دي كل حياتي. المهم ان انت منوره، انت اللي منوره، النجاح وهيكون لينا لقاء موسع اكتر بعودتك كده، نقعد مع بعض ما يكونش العرض بقى هيبدا دلوقتي عشان بيستعجلوني ان انا واخده خشبه المسرح. أيوة. فحبيت بس اقول لك مبروك واقول لك دورتي مكانك. انت حبيبتي وانا بتفائل بيكي، والنهارده طالما شفتك انا عارفه ان يعني كل حاجه حلوه هترجع ان شاء الله، هترجع اكتر واحلى من الاول كمان. الف مبروك حبيبتي يا بوسي، نورت. ربنا يخليكي ليا يا رب. تسلمي. الشمس اللي نزلت من السما السودا دي، دي نجمه كبيره قوي يا معلم، النجمه شوشو. بسم الله ما شاء الله، امكانيات جباره والطعم في الصناره. ايه الحلاوه ايه يا روحي قدامك كتير؟ دقيقه كده هخلص مع المعلم موضوع كده صغير. الله جراد يا سونور، ما تحاسب في ايه؟ ما انا بعيد اهو يا ست حميد. الله بعيد ليه يا اخويا؟ وانت كنت عايز تقرب ولا تقرب؟ ابعد عنها يا سونور. حاضر يا معلم. بتتخانق مع عفريت والشاه يا اخويا. انا عينيا مش ازاز عشان تتكسر، ولا دراعي وجاني عشان حد يلوهولي، وكل قرد يلزم شجرته. المعلم ايه جراح حميد؟ ده انا ابوكي في الرضاع. الله دي ونونت على الاخر يا اختيك. هما بيطلعوا امتى؟ بيطلعوا في اي حته من 12 ل 6. احيي عسليه وانها بالراحه على الارض عشان دي مش بتاعتنا، ولو ان اللي جاي شكله كده في راحه ولا بالراحه. بعد اذن الاداره يعني ممكن اقول كلمتين للناس الجباره؟ عليا النعمه من نعمه ربي، مهما البنات تلبس على الموضه
مفيش احلى من المنص. اوعى عسليه والنع. ايه الحته المهلبه يا معلم؟ ايه علاء نعمل الحته دي هاند ميد. انت في ايه؟ في ايه هاند ميد؟ انت عارف ايه هاند ميد؟ صناعه يدوي يا ابن الذين. انت عارف كل حاجه. ايه حكايه ابوك في الرضاعه دي؟ هو مش حسين ابني اخوها في الرضاعه؟ حسين اخوها في الرضاعه. طب انا ايه؟ طب انت امها في الرضاعه. ايوه علاء نعمه. ما انا فاهم ايه اللي بيحصل في الزواج. زرت صاحباتك اللي في الجماليه؟ يا روحي زرتهم وكانوا فرحانين بيا جدا وكانوا عايزيني ابات معاهم. سلمتي لي عليهم كلهم واحده واحده؟ وانت عايز منهم ايه يا فرج؟ يعني يمكن فيهم حته كده ولا كده تنفعنا في شغلنا ولا حاجه يعني. ليه؟ مش مليانك ولا مش مليانك؟ عليا النعمه من نعمه رب. انت تملي عين افندينا نفسه. بس انت عارفه كل اللي حلت ست سبع حتت اللي بلعب فيهم والبحر يحب زياده يعني ولا ايه؟ ايه سفرج يا معلم؟ ايه لا بلاش اندهاش عشان التقيل لسه ما جاش. ايه اهدى يا معلم. يا عم بقول لك اهدى. ايه ما تخافيش ما تخافيش. بقول لك ايه، اتركيه ينظر ويبحلق ويتحرش. يعني طالما التحرش بنيه صالحه فلا عيب في ذلك. يعني ما فيهاش زي ال لا ما ده هو سفرك. بس موز والنعم سفرك. ايه يا معلم مش تعرفنا ولا ايه؟ اعرفك يا معلم، هقعد اعرفك طول الليل. ما قلت لك يا معلم دي النجمه شوشو ذات البهاء والجمال والدلال. وحش وقدام الوحش ما تكنحش كده يا معلم. بتعمل ليه؟ يا معلم في ايه؟ شوشو فعلا، بس ايه؟ شوشو بصحيح. ازيك يا ست شوشو؟ ازيك يا معلم؟ قوليها تاني. ازيك يا معلم؟ يا لهوي يا خرابي، انا اول مره اسمع كلمه معلم بالمزيكا دي يا جدعان. ولسه مكملين معاكم وقاعدين في زقاق المدق. وزقاق المدق زي ما انتم عارفين في كوكبه من النجوم، لان طبعا اللي قرا القصه اللي شاف الفيلم عارف ان كان كل واحد بطل في دوره. زقاق المدام المدق يعني مش بطل واحد ولكن مجموعه من النجوم اللي ابدعوا اللي كانوا سبب في نجاحه. وده اللي بيحصل على خشبه المسرح، ان برضو مش حميده ودنيا عبد العزيز ولكن كل الكوكبه اللي موجوده على خشبه المسرح، كل واحد نجم في مكانه. مجدي فكري اللي منورني النهارده وسعيده انه موجود، وسعيده ان انا هنا في زقاق المدق بشوف نجوم وحشانا بيرجعوا لمكانهم، بيرجعوا لبيتهم، بيرجعوا لادوارهم الحلوه. فدايما بقول الحمد لله على السلامه. ربنا يخليكي حضرتك، منورانا النهارده وفريق العمل اللي مع حضرتك على راسنا من فوق. وانت عارف يا مجدي يعني بداياتك كلها كنت دايما في الكواليس معاك وكنت دايما بصور اعمالك الحلوه، ويمكن شويه حصل في تغييرات في المناخ بتاع الفن، ولكن الحمد لله هو بيرجع تاني وكلكم بترجعوا. بشوفكم سواء في الدراما او في المسرح. انت وشك حلو على اي حد، تشرفي وتنوري. النجاح الكبير اللي في زقاق المدق ده، رائعه نجيب محفوظ، من اروع ما كتب الاديب العالمي عمنا الكبير عم نجيب محفوظ، والعمل الاعداد والاشعار ايضا كاتب كبير الاستاذ محمد صواف، وربنا ادانا مخرج في عالم الاستعراض يعني حدث ولا حرج يعني. دكتور عادل عبدو علامه كبيره في علامات المسرح الاستعراضي، وتناول هذه الرائعه اللي هي زقاق المدق بشكل انا يعني بشتغل ومتكيف يعني. ازاي هو عمل الحلول دي عشان يوازن ما بين الماضي والحاضر، ما بين الاربعينات وال 2020 اللي احنا و 22 و 520 يعني، عامل حاجه كده سابقه الحاجات كلها. فريق تمثيل ولا اروع من كده يعني، كل واحد محطوط في دوره بيعملوا بإتقان شديد كما لو كان هذه الأدوار وهذه الرواية كتبت للمجموعة دي. أنا بكلم حضرتك بمنتهى والله يعني. أنا بقول لسه بقول لمحمد بقول له أنت عامل دانتيلا يعني،
غزلها كده وخلي كل ممثل نفسه مفتوحة على الدور بتاعه. بالظبط حضرتك يعني زي ما بتقولي كده فعلا هي حاجة كده يعني تعشقيها تحبيها. الكواليس بقى والحب اللي بيننا والود والاحترام والتقدير لكل العاملين في العمل من أقل فني أو عامل موجود على خشبة المسرح لأكبر حد، الحمد لله كلنا أسرة واحدة وعيلة واحدة، وبركة برضو عمنا عم نجيب محفوظ. يعني الاستعراض، ويمكن انت كنت بعيد عنه شوية، ازاي عادل اقنعك بالاستعراض وشفته بقى بعد ما قدمته ونجحت فيه، شفته ازاي دلوقتي؟ ان كنت يعني كان لازم تعمله بالزمان ولا هعمل بس ده ومش راجع له تاني؟ يعني غلطة وندمان عليه ولا ايه بالظبط؟ يعني انت مش يعني الادوار بتاعتك كلها كانت فيها شوية دراما يعني أكتر منها استعراض ورقص وكوميدي والحاجات دي. هو بقى اللي بيسوقنا الكلمة يعني فأنا لما بمثل ولا برقص ولا بغني بمثل الغنوة برقص بمثل الرقصة، فما بجدش صعوبة يعني، لأن ما بيشغلنيش إن أنا أرقص عشان أرقص يعني، لأ بتبقى الحالة هي اللي واخداني فبندمج ربنا بيسترها يعني. أقنعك بسرعة؟ الأول عكست شوية وبعدين بدأت أروح للي هو عايزه والحمد لله. استقبال الجمهور ليك بقى وانت بتعمل استعراضات شفته ازاي؟ يعني هم واخديني كل على بعض كده، فالتمثيل مع الغنى مع الاستعراض، فالحمد لله ما عملهمش مفاجأة ان يشوفوك بترقص وبتاع، هم مش متعودين عليك بالشكل يعني ده. يعني هم ساعات بلاقي يعني انا لما بغني ما بغنيش يعني، انا بأدي يعني، مش انا مش مطرب يعني عشان، ولكن بحس الكلمة فبتطلع بالشكل ده، تطلع بقى تعجبهم والحمد لله يعني بلاقي في يعني. هو الممثل الكويس هو اللي يقدر يقنع الجمهور انه مطرب كويس، انه راقص كويس، وهو لا هو مطرب ولا راقص، ولكن اداؤه التمثيلي هو اللي بيخلي الجمهور يقتنع انه راقص ومطرب. بالظبط يعني حضرتك اللي بتقوليه ده فعلا مظبوط جدا جدا يعني. يعني زي مثلا الاستاذ عبد المنعم مدبولي وهو بيغني زمان دنيا. في زمان هو ده مطرب بس من احلى الناس اللي غنوا في الدنيا. عم نجاح الموجي ايضا كذلك يعني نفس الحكايه، اللي هو با 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 ايه ده ايه ده، الناس دي ناس جامده قوي. فحبيت الاستعراض، ممكن تعمله تاني؟ طبعا يعني طالما متوظف جوه حاجه كبيره وجوه روايه لاديب عالمي، واصل اهم حاجه في مين اللي كاتب يعني، وعشان المخرج يعرف يشتغل وعشان الممثل يعرف مين اللي كاتب هو مين ده، فلما يبقى في حد من الكبار قوي بتبقى الحكايه حلوه قوي. هنا بقى الشخصيه يوسف شعبان ولا عملت ايه بقى؟ يعني بصيت على الفيلم برضو قبل ما تبدا ولا حاولت تهرب من الموضوع؟ ما هو كل الدنيا بص على الفيلم، هي بصه بس لما تيجي بقى تعمل الدور هتبص بصه ثانيه. وبعدين لما يبقى اللي عامل الدور عمنا الكبير يعني البرنس يوسف شعبان، ايه الناس دي يعني كانوا بيمثلوا ازاي وسايبين ايديهم ازاي، ولا عادل امام، ولا مع طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب، ولا عمنا الساحر عم محمود عبد العزيز، ولا عمنا احمد زكي، ولا ايه الناس دي. فلما تيجي تتعرضي لشخصيه من الشخصيات اللي احد الكبار دول قوي لعبها، فانت بتبقي مرعوبه يعني. هتتحطي في مقارنه، انا هتتحطي في مقارنه. فان ربنا سبحانه وتعالى يسترها ويديني سكه كده وتعدي وتبقى لطيفه، لكن يظل القالب والعظمه كلها لعمنا عم يوسف شعبان طبعا. اكيد اكيد يعني. وهو من الحاجات برضو اللي عجبتني في الصواف ان هو حاول يروح للكتاب اكتر من الفيلم علشان ما نخشش في مقارنات مع نجوم راشقه في قلوبنا يعني، وكل واحد يبقى المذاق بتاعه يعني. الاجيال اللي جايه هتفتكر ذوق المداء بيكو بشكل تاني مختلف غير ذوق المداء اللي قدمته مع علي زايد او ذوق المداء
الاداء اللي قدمته شاديه طبعا. فيعني هيبقى كل واحد ليه روحه الحلوه في الدور اللي قدمه. ايوه بقول لك الف مبروك، ما تغيبش علينا تاني، ربنا يخليك، ونشوفك بقى في حاجات جديده، في اعمال جديده قريب ان شاء الله. طب نعلن بقى لسه يعني والله في تلفزيون ولا مسرح؟ لا في فيلم وفي تلفزيون ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يعني يكتب لنا التوفيق وتكتمل الحكايه. زوال مداء وشه حلو عليك يا ده، انت وشك حلو على الدنيا كلها والله بجد يعني. وهسيبكم بقى تجهزوا لان خلاص ميعاد الستاره هيفتح، وانا عايزه اقعد استمتع بيكم بقى تحت في صفوف المتفرجين. متشكر جدا لتشريفك النهارده، متشكر لحضرتك، شكرا يا فندم، شكرا. مين يا ريان؟ نعم تعال يا ريان يا حبيبي، تعال ما تخافش. لا مش جاي. تعال يا حبيبي ما تخافش، انا خايف. تعال يا حبيبي ما تخافش، تعال ادخل يا حبيبي. يا درسيان يا الله. تعال يا حبيبي افتح بقك يا ريان، يلا مش فاتح. افتح بقك يا حبيبي مش فاتح. انت بقك ايه ده؟ ايه ده؟ ايه فين؟ يلا تعال كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه فين؟ سنانك كلها بايظه واللسه عندك بترقص ازاي كده؟ اهو بقول لك ايه، هخلع لك درسك. مش هخلع يا بوش. دكتور بوش يا هالفوت يا اللي طولك 3 فوت. هخلع لك درسك. يعني هخلع لك درسك. دكتور ايه بقى ده؟ انت خلعتلي الدرس السليم وسبتلي البايظ يا مفترق. اربط المربوط يخاف السايب. ازاي؟ هخلع لك درسك، يعني هخلع لك درسك. عايز تخلع لي يا بوش؟ ايوه. طب بص كده. ده انا اللي عايز اقفلك وخلع فسكوني. هخلع لك درسك. انا عايز فلوس يا بوش. هخلع لك دروس. دكتور اكلتي. دكتور بوشي في زواء المداء وحسين العربي طبعا النجم الجميل اللي بيشارك العمل، وهو في ال3 أجزاء يعني لما جيت البروفات كان موجود. ويمكن من الحاجات الصدف الحلوة ان اول ما دنيا اشتغلت وهي صغيرة، اول ما وقفت على خشبة المسرح كانت واقفة قدامه على خشبة المسرح في مسرحية الزواج تأديب وتهذيب وإصلاح. الزواج تأديب وإصلاح وتهذيب وإصلاح. يعني كان عندها تقريبا حوالي 17-18. دي كان في بدايتها او اقل من كده يمكن. وبتلتقي بيها بقى بعد عمر بس طويل. انا عملت بعديها معاها حاجة برضو، عملنا حاجة مع بعض اللي هي مسرحية لا بلاش كده بتاعت الأستاذة بوسي والأستاذ ممدوح عبد العليم الله يرحمه، وإخراج الأستاذ عصام السيد اللي هي كانت إنتاج شركة أوسكار. البنت العفريتة دي الصغيرة اللي معجونة بالرأس والغنى، وأكيد شفتوا فيها ده أول ما اشتغلتوا معها على خشبة المسرح، شايفها ازاي في التطور ده مع المسرحية اللي عملتوها مع دام بوسي مع النهاردة في زقاء المدى؟ يمكن بالنسبة للزواج تأديب وتهذيب وإصلاح هي كانت لسه صغيرة، بس احنا توسمنا فيها ان هي هتبقى فنانة كبيرة، لانها فعلا كان عندها حضور كبير جدا جدا. وبعدين لما اشتغلت في لا بلاش كده كانت في نضوج شويه اكتر، بس انا بصراحه انا فوجئت بيها او اتفاجئت بالحته ان هي في زهاء المداء، وده طبعا بفضل الدكتور عادل عبده، ان هي عملت كذا حاله. عملت البنت اللي هي البلطجيه قوي اللي هي حميده اللي هي من الحاره، من رأس الغنى لحاجات كتيره جدا، فكانت مفاجاه بالنسبه للناس. وطبعا ده حاجه كانت بتسعدني انا يمكن دايما ما كانت هي بتشتغل، انا بحبها جدا على المستوى الشخصي قوي يعني، لانها طيبه جدا وجدعه، واحنا عشره عمر يعني، حتى والدتي الله يرحمها يعني كنت اعرفها كويس قوي. فدايما كنت انا في البروفات
عيني عليها في اي حاجه كنت اروح اقول لها بقول لك في كذا. انت دايما انت عارف حضرتك مثلا الانسان ده بيشوفش نفسه اللي بس بيشوف طبعا الاخرين الاخرين بس هم اللي بيحبوه يعني اللي اكيد العين اللي بتحب اقول لها مش عارف ايه تقول لي اقول لها حتى مثلا ما اجي اقول لها في تقول لي انا مش كوميديانة انا اقول لها يا بنتي الحلال اعملي كذا. فهي لذيذة جدا هي الدور ده خليته على عاتقها جدا لدرجة ان احنا واحنا في اسكندرية حصل دروب معاها صحي ان هي رجليها حصل فيها الوتر كان في مشكلة واشتغلت وتحملت على نفسها واشتغلت عشان الناس واحنا في اسكندرية. فكان ده كان من اصعب الايام اللي عرضتوا لدرجة فيها. انتوا كنتوا بتتصرفوا ازاي بقى عشان تقدروا ما تحسسوش الناس بألمها؟ احنا كنا بنقرب منها حتى انا ما كنتش عايزه ترقص يعني هي ساعات تنسى نفسها مثلا تمام اروح جاي وانا في الحته بتاعتي اللي هي فيها الجنة فاروح جاي اقول لها اهدي اهدي بلاش تنطيط يعني حاجات كده لانها كانت عايزه هي كانت متضايقه لانها هي الشكل العام بتاعها ان هي تكمل المسرحيه وهي ما فيش رقص وهي المسرحيه فيها استعراضات ليها فطبعا ده شيء كان بيضايقها. تعرف حضرتك ما تبقى عامله حاجه جماهيريه كبيره وفيها شو حلو قوي وتيجي انت تتحددي في حاجات معينه تشتغلي فيها ومش قادره تكملي الحاجه دي فكان صعب جدا يعني بالنسبه لها. اكيد في الدكتور البوشي عمله في زؤال مدق في الفيلم البارودي حسن البارودي فازاي برضو بتحاول ان انت زي ما قالت لي دنيا انها حاولت انها تبعد عن الشاديه خالص عشان مش عايزه حد في الصاله يعمل اي نوع من انواع المقارنه. هي دي اجمل حاجه طبعا عملتها هي لانها طبعا حاجه مهمه جدا ان هي تعمل حاجه حاله بعيده عن شاديه لان ما حدش بيقدر يقارن الناس اللي هي الجميله ديت بالحاجات التانية. طبعا الاستاذ حسن البرودي كان ليه لون معين وشكل معين وتركيب معينه يختلف عني انا طبعا بس انا حاولت يعني الحمد لله يعني بفضل من ربنا ان انا اعمله في شكل كوميدي شويه يعني وبتاع الحمد لله يعني. يعني اكتر رد فعل في خلال الثلاث مواسم اللي عرضته فيها شايف ان اسعدتك المجهود اللي بذلته والشخصيه اللي عملتها طبعاً. كان من نقد من حد من الفنانين جه قال لك كلمه حلوه اسعدتك؟ والله انا شفت الناس يعني حتى علقت عليا في قلب الفيسبوك وكلموني وناس شافت البتاع وقالت لي عامل شغل حلو قوي والحمد لله طبعا بتوفيق من ربنا وتوفيق من الدكتور عادل عبده لاني هو ورا كل حاجه وبعدين اساس العمل ده بالذات زي المدى حب الناس احنا يعني احنا مجموعه يعني الحمد لله بفضل من ربنا كواليسكم حلوه جداً. والناس حباكم الحمد كمان لله. الحمد لله ده حاجه كبيره جدا ان احنا بره في الكالوس كلنا بنحب بعض أكيد. وكلنا على فكره اشتغلنا مع بعض كتير يعني اشتغلنا اذا كان فلان ولا فلان شغالين مع بعض وبنحب بعض وطبعا الرؤيه اللي هي الجميله بتاعت الاستاذ محمد صواب برضو اللي عملها طبعاً برضو شيء هو هايل يعني يعني عامل حاجه يعني جميله يعني عايز اقول لحضرتك ما حدش كان بيصدق ان دونتيلك كده يعني عاملها زي دونتيلك بالظبط ان زوايا المداء هتتقدم بالشكل اللي هو ده بالشكل ده. هل زوايا المداء هتبقى زي الفيلم؟ لا اختلفت تماما يعني في حاجات طبعا هي المحور بتاعها وحاجتها كلها موجوده بس الشكل بقى العام وازاي تنجح المسرحيه وازاي يبقى فيها استعراضات وازاي يبقى فيها غنى وازاي كل المجموعه بتشتغل وكله سعيد وكله مبسوط. اكيد مبروك وهسيبك بقى تجهز وان شاء الله ان شاء الله هكون موجوده النهارده في صفوف المتفرجين. اسعد بيك وبدورك الجميل دكتور بوشي اللي منور النهارده زوايا المدى. ميرسي لحضرتك ونورت الدنيا كلها ونورت المسرح اشكرك. ما زلنا معكم ما زلنا مع زوايا المدى وكل النجوم اللي هيسعدونا النهارده على خشبه المسرح اللي هنكون معاهم في صفوف الجمهور نحضر العرض. دايما بنقول ان اي نجاح بيبقى وراه ورق مكتوب حلو بيفتح نفس المخرج اللي بيتحمس ويوافق عليه علشان يبدا يشتغل ومن جمال الادوار بيبتدوا الفنانين يتحمسوا ان هم يقبلوا الادوار ديت علشان يقدموها. فإحنا دايما نقول إحنا مشكلتنا في الورق سواء في المسرح سواء في التلفزيون سواء في السينما. عندنا مخرجين عندنا منتجين عندنا كتاب ده العجز اللي عندنا. فلما بنلاقي كاتب شاطر سواء في المسرح أو في التلفزيون أو في السينما بنبقى فرحانين بيه علشان خاطر بيقدم حاجة تقدر
تسعد الجمهور وتسعد الفنان والمخرج اللي بيخرج الورق ده. محمد الصواف من الناس اللي يعني ليهم مذاق خاص جدا، ويمكن من اول يوم في البروفا جيت سجلت معاه، وانا متوقع نجاح زقاق المداء لانه هو بعد عن الفيلم اللي داخل جوه وجدان كل مواطن عربي مش بس مصري، وقدر ان هو يطلع من القصه بشكل جديد يناسب المسرح ويناسب النجوم اللي بتقدم ادوارها على خشبه المسرح. ودي كانت حاجه صعبه جدا. نعم. انك تخلي الناس ما تفكرش في الفيلم وهي قاعده على خشبه المسرح. برحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، وطبعا انا بشكر حضرتك وكل فريق العمل لمتابعه زقاق المداء من بدايه البروفات. أيوه. للعرض النهارده احنا عندنا عدينا حاجه و70 ليله عرض، فانا طبعا بشكرك وبحييك ان حضرتك موجوده معنا النهارده. انا توقعت له النجاح من البروفات. آه نعم. كنا كانت البروفات في اوضه هنا حتى. أيوة. كان المسرح لسه في قاعه رضا. في قاعه رضا. آه نعم. وعدى 3 مواسم بتابع النجاحات، ايرادات، جوائز يعني، فقلت لا لازم اجي بقى اشوف ايه اللي بيحصل. نورتينا. من ورايا. نورتينا. وطبعا زي ما حضرتك قلتي الورق مهم جدا في اي عمل فني، لانه بيشبه ان لو انا عندي قطعه ارض لازم تكون في مكان كويس، لازم تكون مساحتها كويسه، المنطقه نفسها لما اجي ابني عليها مهما عملت هيبقى شيء كويس. يعني الاخراج والتمثيل كل ده، الادوار والديكورات اللي بتتعمل والتشطيبات، لكن الاساس ايه؟ لازم يبقى سليم. لكن لو هي في مكان سيء مهما عملت، لو جبت مخرج عبقري مهما عمل فهي هتبقى في حاره او هتبقى في حته كده ملهاش اي لازمه، والمجهود كله حيروح. يبقى ضايع على الفاضي. فده بالنسبه للورق. الورق طبعا مهم جدا ولازم يبقى فيه ابداع، ويمكن ده اللي بحاول احرص عليه في الكتابه. يعني ما يهمنيش ان انا اكتب كتير قد ما يهمني ان انا اقدم شيء كويس او شيء ناجح الناس تستمتع بيه. المخرج عادل عبده والفنانين اللي سواء اللي بدأوا اول موسم وكملوا معانا الموسم الثاني والثالث اللي موجودين، وطبعا دنيا اللي بذله مجهود كبير. ادوك كام في المية من الشخصيات اللي كنت شايفها وبتكتبها على الورق؟ والله ادوني 100%. يعني هم هايلين جدا كلهم في ادوارهم رائعين. احنا طبعا حاولنا من البدايه خالص انا والدكتور عادل عبده نفهم الناس ان احنا بنعمل شيء مختلف. ان ما حدش دماغه يروح للممثلين. ما تروحوش لشادية وصلاح قبيل ويوسف شعبان والا هتقعوا. مش هينفع، لان كمان احنا المقارنه صعبه. مقارنه صعبه. وبنى الشخصيه مختلف. لان انا اشتغلت على الروايه. شفت الفيلم واشتغلت على الفيلم، بس في النهايه بعمل شيء تاني خالص مختلف. حتى لو في ناس اتفرجت على الفيلم او قرت الروايه بيجوا يتفاجئوا باشياء جديده واشياء مختلفه. لو ما حدش اتفرج خالص على الفيلم وما قراش الروايه بيشاهد مسرحيه. من الاول بيبقى فيه احداث وهو متابع وسسبنس وحاجات كده، فهي دي المساله. لكن ان انا احط مقارنات فده شيء صعب مش حلو. سمع انك بتحضر انت وعادل مسرحيه بقى للقطاع الخاص شباب امراه. نعم. يعني النجاح لاعاده الافلام اللي ليها قيمه في قلوب الجمهور. شايف ان ده حلو ان احنا نعيدها من خلال المسرحيات، او ممكن انت تبدع بفكره جديده بعيدا عن اعمال يعني موجوده في اذهاننا كلنا؟ هو اللي بيشدني لعمل معين سواء كان روائي سواء كان سينمائي وتحويله لمسرح بيبقى فيه حاجة. يعني مش كل الأعمال تصلح، لكن في أعمال فيها قيم إنسانية وعلاقات بتعيش. يعني الفيلم معمول في 56 والرواية مكتوبة بتاعت شباب امرأة 52،
طب انا هقدمها النهارده ان ما كانتش تبقى موجوده ابديت والناس تحسها ومتابعاها وعايشاها وتتفاعل معاها، لا مش هنعملها. فشباب امراه من الروائع والعلاقات الانسانيه فيها عاليه جدا. جدا طبعا. تحيه كاريوكا كمان كانت عظيمه، يعني يا عيني على البطله اللي هتختاروها تعمل الدور ده، يعني هتبقى في مأزق كبير جدا جدا بصراحه. اداء الفنانه تحيه كاريوكا كان فيه رائع. طبعا عالي جدا. رائع. يعني اتمنى ان احنا نشوف العمل قريب على خشبه المسرح ويحقق النجاح الكبير اللي تم حققه من خلال حميده في ذوق المداء. واكيد لسه عادل بيقول لي في لفه على المحافظات كلها. نعم. بالعمل ده واكيد لسه هتحصد، يعني في حصاد لنجاح اكتر في محافظات مصر بعد اسكندريه ان شاء الله يا رب. وعندنا طبعا فنانة دنيا عبد العزيز خدت افضل ممثله طبعا، دي جايزه مهمه جدا طبعا، وهي عامله مجهود كبير. وعلى فكره كل الناس يستحقوا جوائز اللي موجودين في العرض لانهم هايلين جدا الحقيقه يعني. واحنا حسينا ده من البدايه خالص، يعني احنا بدايه ان احنا بنعمل البروفات، من قبل البروفات كنا بنبعت النص للممثل هو بيتحمس وبيبان، يعني بيبان نجاح العمل من البداية خالص. ألف مبروك وما تتأخرش في الكتابة وعمل لنا مسرحيات حلوة، محتاجين نشوف مسرح جميل بيعجب الجمهور وبيستمتع بيه الفترة الجاية إن شاء الله. يا رب يا رب نكون عند حسن ظنك. الله يخليك. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك. رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومخرج زقاق المداء اللي محقق نجاح كبير جدا على مدار ثلاث مواسم مش بس في مصر، وكمان لما راح اسكندرية، واللي أنا يعني بتمنى كمان أنه يلف كل المحافظات، لأني عارفة أن المسرحية دي في كل محافظة هيروح فيها هيحقق نجاح كبير. بيبذل مجهود بأقل التكاليف ولكن دايما بيقدم فن حلو، لأنه هو عاشق للفن مش بس للمسرح ومسرح البالون، ولكن أيضا للسيرك وللتواشيح. يعني على عاتقه مسؤولية كبيرة 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 جدا. عادل عبده برحب بيك وسعيدة أن أنا معاك النهاردة. جيت في البروفات من بدايتها، والنهارده عدى ثلاث مواسم. اللي لفت نظري ان كل الاخبار اللي بتنزل ان انت بحقق ايرادات عاليه جدا، ان دنيا اخذت جايزه التمثيل، ان المسرحيه عليها اقبال، انها مستمره وحققت نجاح، انها هتلف في المحافظات. فده اللي خلاني اجي النهارده عشان احضر، برغم ان انا حضرت البروفات، ولكن قلت بقى عايزه اشوف العمل اللي مكسر الدنيا. تاني حاجه عايزه برضو اكلمك في حاجات كتير مهمه الفتره الجايه احنا محتاجينها في المسرح، فبقول لك الف مبروك. ميرسي لحضرتك وبشكرك على تشريفك، وانا بسعد جدا لما حضرتك بتيجي تنورينا وتسجلي مع العروض بتاعتنا، لان ببقى عارف ان ده خلاص اشاره ان العروض دي هتنجح ان شاء الله. انت على طول وشك حلو عليا من ايام لما كنا بنعمل زي الفل وقطط الشارع والعروض اللي عملناها العروض هنا الجميله الحمد يعني. لله. فانا بشكرك وعلى دعمك للمسرح المصري، ومش اي حد بيعمل كده، وعارف ان حضرتك دايما حريصه ان انت تدعمي المسرح، لان المسرح مهم جدا ومن اهم انواع الفنون في مصر والوطن طبعا العرب. طبعا. وانا بشوف ان هو اصعب الفنون واهم الفنون، وبشوف قد ايه الجمهور المسرح ده بيأثر في وجدانه. يعني كل النجوم الكبار، نجوم السينما اللي طلعوا، هم طلعوا من مسرح الجامعة. بالظبط. والوسيلة اللي بتخلي أي واحد عنده موهبة عايز يوصلها لأي حد بيلجأ للمسرح، يعني بيكون مزبوط. هو ده المكان اللي يروح فيه لمسرحيات كانت بتتعمل في اسكندرية بالنجوم، سواء كانت مسارح الجامعة، طبعا في المعهد، بيلجأوا للمسرح في البداية علشان الناس تتعرف وتتشهر وتنطلق للسينما والتلفزيون. بالظبط. انت على عاتقك مسؤولية كبيرة، مش بس مسرح البالون والعروض والمسرحيات الناجحة اللي انت بتقدمها، ولكن كمان عندك السيرك، عندك الفنون الشعبية، والفنون الشعبية دي حاجة مهمة جدا. جدا انا لما بسافر بره
وبشوف في الفرق بتاعتنا هناك بيستقبلوها ازاي، انا بتخض بجد. يعني بقول قد كده فرقه الفنون الشعبيه دي مهمه جدا، فرقه رضا والفرقه القوميه دي مهمه جدا، وفرقه رضا حقيقي نجاح كبير جدا، واحنا كمان زودناهم بحاجات مهمه جدا، جبنا لهم الات موسيقيه ما كانوا بقالهم سنين طويله مش عندهم، وزودنا لهم عدد الراقصين وعدد الموسيقيين، وبنشتغل على طول بالاوركسترا مش بنشتغل بلاي باك، وكان شكلهم مشرف جدا معرض على البالون. ودلوقتي فرقه رضا ما شاء الله في اسكندريه جايبه ايرادات خياليه في اسكندريه طبعا. رغم ان نهايه الموسم انما عاملين ايرادات خياليه، يعني الازياء جديده عاملينها لهم، عناصر جديده، الموسيقى حتى بتاعتهم المسجله عدنا تسجيلها تاني عشان لو سافروا اي دوله خارج مصر يبقى الكواليتي بتاع الموسيقى يعني متميز وكده. فاحنا الحمد لله نفس الحكايه الفرقه القوميه، وحريصين ان احنا على طول بالاتفاق مع دكتور فتحي عبد الوهاب صندوق التنميه الثقافيه ان يبقى في تبادل بيننا، وبنعرف في قبة الغوري مرتين في الشهر، مره للقوميه ومره للرضا غير عروضهم هنا. كمان السيرك القومي محقق نجاحات كبيره جدا وجاب ايرادات خياليه خاصه في جمصه، اول مره يجيب الايراد ده في جمصه داخلين على 1.5 مليون في الموسم ما شاء الله. فده قبل كده كان اقصى حاجه جابوها كان حوالي 1,000,000 جنيه، في السنه دي جايبين 1.5 مليون وتذكره ب40 جنيه و30 جنيه يعني تذكره رخيصه جدا جدا، فده يعتبر ايراد مميز جدا. كمان عملنا عرض بيتناقش على الهجرة غير شرعية اسمه سمك في مية، عملنا عاشق ومداح بيتكلم عن إنجازات سيادة الرئيس على مدار 8 سنوات، ده بيلف المحافظات، في راح السويس واسماعيلية وراح المنصورة وراح المنيا وراح بورسعيد ولسه هيلف المحافظات كلها. عملنا شغل عن المرأة، فعملنا طبعا العرض بتاع مازن الغرباوي، عملنا سيد درويش، عملنا سيرة حب بليغ حمدي، عملنا أليس في بلاد العجايب، عملنا سندباد، عملنا عرض التغريبة بنت الزناتي اللي حقق 4 جوائز في المهرجان القومي للمسرح. فالحمد لله احنا وفي عروض تانية طبعا كتير يعني محققين. ما شاء الله، يعني انت عندك خطة شغالة ما بتقفش مع كل الظروف اللي بتتعرض لها، سواء الظروف المادية أو ظروف الكورونا أو ظروف البلد، ولكن أنت يعني ما فيش يعني مش عايز حاجة توقفك. يعني أنا فاكرة أيام الكورونا كنت مثلا بتسيب 3 كراسي وكرسي، وجينا هنا كان في حاجة لفرقة رضا تكريم كان كبير. أيوة. لفرقة رضا أنا قدمت مرور كانت احتفالية تأبين محمود رضا وكان من الحاجات المهمة جدا، وشفت الأزياء بتاعته بره أيوة. يعني كنت عامل حاجة كانت مهمة جدا لله. والوزير حضرت وكان بجد شيء مشرف لي. يعني كمان عملنا الاسبوع اللي فات وانا حضرت، عملنا علي اسماعيل مرور 100 عام على ميلاد علي اسماعيل مئويه علي اسماعيل، وكنا عاملين احتفاليه بسيطه في مسرح عبد الوهاب، بس برضو الحمد لله. وعملنا 60 سنه هنا على فرقه رضا، فالحمد لله احنا دايما حريصين، ولسه هنعمل الجيل الذهبي للفرقه القوميه، الفرقه للسيرك القومي، ومرور 60 عام للفرقه القوميه، فاحنا حريصين على طول ان احنا نحافظ على تراثنا وعلى موروثنا وكده. وطبعا ده شيء جميل جدا. بعد النجاح اللي محققاه بقى دنيا في ذوق المداء بكل المجموعه الفنيه اللي معاها الجميله الحلوه وبقيادتك ليها، وان انت قدرت ان انت تحط ايدك على الموهبه اللي موجوده في دنيا الاستعراض وودنها الموسيقيه وقد ايه عندها اليونت الحركه وخليها حتى وهي مكسوره في اسكندرية قدرت انها تمثل، ودي اصعب حاجة للممثل بيعمل استعراض ورجله تتكسر، واكتر حاجة مؤلمة ليك كمخرج طبعاً. ان انت تحس البطلة بتاعتك اتكسرت مش قادرة وعندك تعمل. عروض والمسرح كومبلي يعني بالزبط. اعتقد دي كانت اصعب الوقت اللي مريت بيه. صعبة جدا، لان حضرتك عارفة ان احنا كمان في اسكندرية بيبقى فيه معانا فنانين كتير في العرض، هي كانت حريصة كمان ان هي العرض ما يقفش عشان الجمهور وعشان الفنانين اللي موجودين،
فطبعا لان القاهره نقدر كنا نوقف ونرجع تاني، انما في اسكندريه ما كانش ينفع لان بيدفع حجوزات واوتيلات ومسرح بالظبط، مسؤوليه ماديه مسؤولية كبيره كبيره. فهي بصراحه يعني بصراحه دنيا متميزه على المستوى الفني وعلى المستوى الانساني كويسه جدا جدا. رحت بس اسكندريه مع ان محافظات مصر عندها تعطش للمسرح بالزبط. ليه ما لفتوش لغايه دلوقتي؟ ان شاء الله الفتره الجايه دي لازم هنلف بالعرض، لان هو مطلوب في اكتر من محافظه، مطلوب في بورسعيد ومطلوب في الصعيد ومطلوب في اكتر من محافظه. فاحنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نلف، وكمان في بره مصر كمان في ناس عايزه العرض، فان شاء الله الفتره الجايه دي يعني طبعا ده شيء مهم. واللي انا بطالب بيه كنت يعني دايما بطالب بيه الوزيره، بقول لها ان احنا محتاجين مسرح الشعب اللي هو التذكره المخفضه، ان الناس تقدر تدخل المسرح، لان سبب ان الناس بعدت عن المسرح كانت التذكره اللي وصلت ل 1000 و 1500 جنيه في الصف الاول القطاع الخاص. فالناس بدات تبعد عن المسرح. كنت اروح المسرح القومي الاقي فيه اقباله وان سعر التذكره يعني هنا اغلى تذكره عندكم 200 جنيه بتبدا من 50 جنيه، ففي العيله تقدر انها تيجي تقدر يعني. واحنا كمان يعني حريصين ان احنا الفئه ال 50 دي تبقى هي فيها اكتر عشان يبقى فيها، رغم ان اللي بيجي لنا في ال 200 اكتر والله يعني برضو الناس عايزه تقعد اول صف يعني اللي بيجي لنا في ال 200 دايما اكتر يعني بس انا بتمنى ان كمان يعني الفتره الجايه يبقى في خطه مع الوزيره ان يزيد عدد العروض، لان انا شايفه في اقبال على المسرح يعني بالزبط. انا بدات اشوف في زي ما انت شايف المسرح الخاص في مسرحيات كتير بدات تدخل، سيدتي الجميله داليا البحرية، انستونا، دنيا، يعني ان شاء الله في عندنا عروض، عندنا في عرض القاع العالي للباوي اخراج محمد السوقي وتاليف الاستاذ يسري حسان، سلامة حجازي، وده هيبقى عرض لطيف جدا. وبعدين عندنا هنا على المسرح في عرض شفيقة القبطية، ده عرض هيبقى مميز جدا جدا، اخراج محمد صابر، تاليف الاستاذ مصطفى سليم، واشعار الاستاذ جمال بخيت، والحان الاستاذ صلاح الشرنوبي، وان شاء الله هيبقى عرضه مميز جدا مين جدا. مين بقى شفيقة القبطية ولا لسه؟ نجمة فرقة رضا دعاء سلام وفي معاها علا رامي ومحسن صبري ومجموعة من الفنانين ان شاء الله اللي هيبقوا موجودين. في كمان عندنا عرض مهم اسمه قمر بنت الغجر اخراج دكتور عمرو دواره، ده هيبقى بطولة رانيا يوسف، وهي ان شاء الله بدات يعني داخله بقى خلاص هتجهز يعني خلاص شوف على خشب مضت خلاص معانا. طب مبروك الله يبارك فيك. وفي عروض اخرى ان شاء الله مهمه جدا هتحصل الفتره الجايه دي، هتبقى نقله في المسرح ان شاء الله ان شاء الله. سمعت ان في مفاجاه انت محضرها للقطاع الخاص، نعلن عنها ولا نخليها بقى يوم البروفات؟ لا عادي يعني انا حابب ان انا زي ما عملت ذوق المداء، حابب ان انا اعمل شباب امراه طبعا وده عرض مهم دي هيبقى اختيار صعب قوي للفنانه اللي هتختارها في شباب امراه طبعًا. لان برضو تحية كاريوكا حاجه كبيره في قلوبنا، والفيلم ده كمان مهم جدا مهم جدا. هي ممثله يعني بصراحه جبارة يعني نتمنى طبعا نشوف العمل على خشبة المسرح قريب. بدأ التجهيزات ليه؟ حددت مين هيعمل تحية كاريوكا ولا لسه؟ اللي كاتب النص طبعا الأستاذ محمد الصواف، هو اللي عامل العمل الناجح ده، وهو بجد من الناس المبدعين يعني فان شاء الله احنا النص تقريبا خلص، وهنبتدي بقى نشتغل في الناحيه الانتاجيه ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. الف الف مبروك وسعيده وحضرتك اول المدعوين اكيد. لا انا مش المدعوين، انا اول واحده اجي الكواليس ماشي. قبل ما اشوف العرض لازم اجي عين الكواليس كده زي زوال بدا ان شاء الله ان شاء الله. انا سعيده بالنجاح اللي وصلت له، سعيده بالايرادات العاليه، وبطلب من سياده الوزيره الفتره الجايه الاهتمام بالمسرح، تذاكر بلف المحافظات، الناس في اشتياق، الناس وحشها المسرح بجد. زي ما قدرتوا ان انتوا تقوموا الدراما ويتعمل لها مهرجان ويبقى فيه اهتمام لقنوات متخصصة للدراما، مسلسلات كتير موجودة على الساحة. أيضا أنا بطالب إن احنا نعمل قنوات متخصصة للمسرح، نعمل مسرحيات كتير الفترة الجاية، نقلل من
تمن التذكرة، لأن الجمهور بيعشق المسرح، هو ده أبو الفنون زي ما بيقولوا. مبروك النجاح، وإن شاء الله نكون معاك إن شاء الله في عروض كتير مهمة ليك، سواء من إخراجك أو سواء تحت قيادتك هنا في مسرح البالون. مرسي جدا لحضرتك، اتشرفت بيك النهارده. شكرا.